طيب تعالوا نروح دلوقتي لتونس، دولة تونس الشقيقة، وتحديدا في مدينة الهوارية بمحافظة نابل التونسية. ليه؟ لأن هناك في مزرعة، المزرعة دي اسمها مزرعة العجائب، فيها أنواع جديدة وأنواع جيدة كمان من الحيوانات والنباتات. الناس هناك حريصة على زيارتها لأنهم يعني بيستمتعوا بأجواء مختلفة من يعني الطيور اللي معروضة هناك، طيور نادرة. أيضا حكاية المزرعة، مزرعة العجائب دي، هنعرفها من خلال هذا التقرير. محمد السويع، 39 سنة، فلاح تونسي مغرم بالفلاحة، والفلاحة من نوع آخر. الفلاحة اللي نحن بها فلاحة تكون متنوعة، فلاحة جديدة، فلاحة عصرية، فلاحة ما فماش ككونسيبت جديد على تونس. حبهم في الفلاحة وفي الطبيعة، جينا لهنا خدينا أرض بيضاء ما فيها شيء، قاحلة جرداء ماهيش مهيئة، هيئناها، وحبنا للحيوانات بدينا كل مرة ناخذ حيوان، كل مرة ناخذ نبات، كل مرة ناخذ حيوان، لين نلقى عندي معناها مجموعة متنوعة من الحيوانات. ومن هنا انطلقت الفكرة، قلت علاش لا الغرام هذايا والمحبة هذايا ما نشاركهاش للعباد، تجي تشوف حاجة مزيانة، حاجة نادرة، حاجة نشارك الغرامة متاعي والمحبة متاعي. فيرما تعجب هي الكونسيبت جديد، كونسيبت ما فماش في تونس، ما فماش في شمال افريقيا، يلم حيوانات ونباتات ما تلقاهمش في بلاصه واحده، على غرار كنار بومبون هذاك البشوشه، هذاك كنار اسمه كايوغا، العظم نتاعو كحله كحله كحله، عندنا الايمو النعام الاسترالي، عندنا التدرج اللي هو الفيزون، عندنا انواع من الحمام، عندنا دجاج 35 نوع من الدجاج من جميع انحاء العالم، بما فيهم اغلى دجاج في العالم اللي هو لايام سيماني، اغلى دجاج في العالم اللي البلان تاعو يوصل 1500 دولار في امريكا. النبتة عندها متطلباتها، وكل حيوان زاد عنده متطلباته، عنده ماكلته، عنده الصغار وتتلهى بها منتي، خاطر من انا عم تفقس اصطناعي، معناها تاخذوا من العظمه، ومعناها من بدون ما يفقس تاخذوا انت ونشر وتربيه لين يعمل الريش، لين يكبر، لين ينتج، معناها عندك علاقه حميميه مع الحيوانات اللي هما بيدهم كي تغيب عليهم وترجع بعد مدة تحسهم متوحشوك، يجوك يجريوا الكل، معناها فما حاجات علاقة ما يعرفها كان المغروم. انا حبيت نثمر المجهود اللي قايم به شباب كما هذا، خاطر البلاد ناقصه مثل المشاريع هذه، خاصه مشاريع متكامله، معناها فيها الناحيه البيئيه، فيها الناحيه الترفيهيه، وفيها حتى المناخ، والواحد يعطي مكونات نتاع بيئه تعمل كيف.